اليوم الشباب ارتأوا ان يكون التغيير هو ليس تغيير جذري، تغيير متحضر لكنه مرتبط بالأصالة. هاي الخيمة هي تعبير وتسيد عن رغبة الشباب تمسكهم بهويتهم العراقية وهويتهم الوطنية، اللي حقيقة نلاحظ انه يوم على يوم بدأت تختفي بسبب الهجمة او بسبب الانفتاح الثقافي الكبير اللي شهده بلدنا. فبالتالي الشباب اللي هم مجموعة من خريجي جامعة تكريت، كلية الإدارة والاقتصاد وكلية هندسة النفط، اليوم تواجدوا في هذا المكان وفي هذه الخيمة وفي أجواء عربية أصيلة، من خيول، من قهوة عربية، من طعام عربي أعد بالطريقة العربية، وجلستهم كانت جلسة عربية خالصة، الحديث اللي كان كله بمعاني وقيم حقيقية، نقاشاتهم حول المستقبل وخططهم بعد التخرج كلها كانت تصب في مصلحة المجتمع، في مصلحة هذا البلد. السبب أنه أريد نطلع من المودة، هي صارت حفلات التخرج بالعراق البعض يعني صار منها شيء غير لاغ زين وغير حضاري ويمس بالذائقة العامة، فاحنا نريد نطلع من هذه المودة، اريد نسويها سويناها بطريقتنا، يعني طريقة تراثية، خيمة وقهوة ودبشة عربية وخيل. فهو هذا السبب، يعني انه نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا، وكذلك انه شويا ان المودة هذه مالت الحفلات تغير، يعني تكون مو شرط الاحتفال انه القاع ومصاريف ومن هالامور، الاحتفال فد شيء بسيط كلش عادي. اليوم الاهل يعني وافقوا على هاي الفكره؟ اكيد. شنو كان طبعهم على هاي الفكره؟ فكره جديده ما مطروقه في محافظه صلاح الدين. نعم، الفكره صراحه من ناحيه الاهل شجعونا حيل وشجعونا، وهم ما قدروا يجون لان المكان بعيد، وبس لو بيدهم يجون كان جوي وشاركونا هاي الاحتفال والاجواء الحلوه. مبدئيا احنا حبينا نغير شويه ونطلع عن الروتين المعتاد اللي هو قاعات وقاعات مناسبات وحفلات طلاب وطالبات يميلون حاليا بهسه بهذا الوقت للقاعات حفله. احنا شويه حبينا نغير، نمزج شنو بين الحاضر اللي هو التطور وبين التراث، فصارت حفلتنا هاي مشتركه بين التطور وبين التراث. يعني تربط. انتوا اليوم كطلاب؟ نعم. من مختلف الاقسام لو قسم واحد؟ مختلف الاقسام، احنا هنا عمليات نفطيه واداره اعمال، هو اقسام يعني. حلو. نعم. يعني اللي خلاكم تختارون هاي الفكره؟ نعم. انه يعني معتزين بتراثكم. نعم. وحبيت توصلون في صوره جديده مختلفه عن حفلات التخرج بصوره. اكيد 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 اكيد. حقيقه احنا هذا الامتزاج اللي مزجناه بين التراث وبين الحاضر نعتبره تمييز. وكطلاب جامعة تكريت، شنو السبب اللي خلاكم تغيرون من فكرة القاعات إلى اليوم فكرة الخيمة والدل والخيل؟ شنو السبب الرئيسي؟ الابتعاد عن الغلو والمبالغة اللي جاي يصير. يعني أنت من تطلع تأخذ راحتك، مثل ما يقولون هن يقولون الفضل ربيع، فأنت تأخذ راحتك راح تمارس طقوسك اللي أنت تربيت عليها من ولد ولد الولد، كل رياحية بعيدا عن أي تكاليف، راح تطلع عفوية بصورة يعني أحلى، وبنفس الوقت هي يعني هوية، واحد يعتز بهويته مو صح؟ أنت اليوم من لابس الجداشة، لابس الشماغ، يعني من زمن السامر وقبل، فهذا اعتزاز بالهوية العراقية الأصيلة والثقافة العربية يعني جميعا.